أهلا بكم إلى أخبار الأسبوع في ملفه الأول، ونبدأ من الملفات المحلية متعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أن الهيئة سوف تنتهي من مرحلة تدقيق طلبات الترشح خلال الأسبوع الحالي. كما وبين المعايطة أن أهمية المرحلة تكمن في إعلان القوائم بعد الموافقة عليها، سواء على مستوى الدائرة المحلية أو الدائرة العامة للأحزاب، ليتمكن المرشحون ببدء برامجهم في الدعاية الانتخابية في وقت مبكر. حيث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو سيد عمرو النوايسة، المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. أستاذ عمرو، أهلا وسهلا بك عبر برنامج أخبار أسبوع، يعطيكم ألف عافية في مركز راصد على هذا المجهود والحديث اليوم عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل بإذن الله. لا شك أن الوقت يمر سريعا ونحن الآن مقبلون على مرحلة الدعاية الانتخابية. 199 قائمة انتخابية، سواء على القائمة العامة أو على القوائم المحلية، كيف يمكن أن نقارن شغف الترشح، حماس الترشح، أعداد المترشحين نسبة إلى انتخابات عام 2020-2016، إذا كان لديكم مقارنات في هذا السياق؟ مساء الخير أستاذ طارق لك وللمشاهدين والمشاهدات الكرام. الحقيقة أن عملية الترشح التي انتهت أول من أمس يوم الخميس بلغ بها عدد القوائم الانتخابية 199 قائمة. هذه القوائم وزعت على 25 قائمة على مستوى الدائرة العامة و 174 على مستوى الدوائر المحلية. الملفت في هذا الرقم أن لدينا اليوم 1651 مرشح ومرشحة. هذا الرقم إذا ما قورن مع عام 2020 أو 2020 نتحدث عن 1693، فهو ليس يعني هناك فرق كبير ب 2020، بينما إذا ما قورن مع 2016 إحنا نتحدث عن 1252. يعني هذه الانتخابات أزيد بعدد المرشحين بما يقارب 400 مرشح ومرشحة عن 2016. أيضا هناك نقطة غاية في الأهمية، اليوم لدينا 954 مرشح على مستوى الدوائر المحلية. هذه أعداد المرشحين إذا ما حسبنا تنافسية المقعد الواحد، تنافسية المقعد الواحد، فإننا نتحدث تقريبا عن 10 مرشحين لكل مقعد، يعني كل 10 مرشحين يتنافسوا على مقعد، بينما في عام 2020 نتحدث عن 13.5 مرشح لكل مقعد. فبنشوف أنه انخفض حدة التنافسية على المقاعد الانتخابية. هذا سببه لشغلتين أساسيات. اليوم عند المطلع والمتابع للقوائم الانتخابية، المترشحين لم يصبحوا يبحثون عن أشخاص ليكملوا قائمتهم، بديش أسمي المسمى العامي، ولكن اليوم أصبح المرشحين يبحثون عن مرشحين أقوياء حتى يرفضوا القائمة بأصوات على مستوى يوم الاختراع. فبالتالي اليوم انخفض عدد المرشحين قليلا عن 2020، يعني كل صار يبحث عن الرشاقة، دعني أقول الرشاقة القوائم والقوة والزخم التصويتي والبحث عن الأقوياء. وهذا أيضا انعكس على النساء، لأن اليوم القوائم الانتخابية لم تبحث عن امرأة فقط لأنها امرأة، اليوم أبحث عن امرأة ذات خبرة، ذات عمل تطوعي، ذات زخم تصويتي، ذات خبرات على المستوى المدني، على المستوى العام، لأنها سترفد القائمة في بعيدا عن موضوع الكوتا طبعا بعيدا عن موضوع الكوتا. لماذا؟ لأن المقعد التنافس لا تنافس عليه السيدة إذا ما ترشحت على مسار الكوتا، وهذه غاية في الإيجابية أضافها هذا القانون للنساء المترشحات على مستوى الدوائر المحلية. طيب ممتاز، هذا أنت أشرت في سياق كلامك للدوائر للقوائم المحلية. نذهب للشيء المستجد في الانتخابات هذه المرة، ونحن في مرحلة جديدة، لدينا قانون أحزاب جديد، لدينا قانون انتخاب جديد، لدينا اليوم تجربة دعني أسميها بشكلها المتسع ب 41 مقعد في البرلمان المقبل، تجربة ناشئة وهي القوائم الحزبية. صحيح. كيف قدرتوا مشاركة 25 قائمة حزبية في هذه الانتخابات المقبلة؟ طبعا قبل التدقيق من قبل الهيئة ممكن الموضوع يقل أو يبقى كما هو، طبعا بحسب طبعا تقدير الهيئة المستقلة للانتخاب، ولكن نتحدث بما موجود حاليا أرقام أستاذ عمرو. وسؤالي بالقوائم 25، ولكن عدد المترشحين كما يقول بعض المختصين كان يجب أن يكون أكثر، 683 مترشحة أعتقد، وصححني 697 مترشح ومترشحة على مستوى القوائم العامة. ممتاز. طب هذا الرقم ماذا يعكس؟ أنا بحسب مختصين يجب أن يكون أكبر من ذلك. يعني أنا لا أعتقد أن الرقم يمكن يكون أكثر من ذلك، ولكن عودة إلى سؤالك الأول، اليوم لدينا 25 قائمة حزبية. 25، كيف شكلت هذه القوائم؟ شكلت خمس قوائم من أصل من خمس تحالفات
هاي التحالفات ضمت في تكوينتها 16 حزبا سياسيا، 20 حزب سياسي عملوا قوائم خاصة أفراد على مستوى القوائم العامة، حزبين لم يترشحوا على مستوى القائمة العامة. فبالتالي أنا أعتقد أن الرقم تباين ما بين يعني 17 إلى 13 مرشح داخل القائمة الحزبية إلى 41، وهي تعود إلى تواجد الحزب بالعمل السياسي، تواجد الحزب بجغرافية الأردن، تواجد الحزب بالدوائر الانتخابية. لذلك كان القانون قبل ذلك استنبأ خيرا بهذا المشهد. لماذا؟ لأنه اشترط على الحزب السياسي الذي يود أن يترشح على القائمة العامة أن يكون لديه مترشحين من 9 دوائر مختلفة. ماذا لو لم يكن هذا الشرط موجودا؟ أنا أعتقد أن سيكون لدينا أحزاب سياسية ترشح على مستوى 3 أو 4 دوائر. فبالتالي هذا الشرط عالج هذه المشكلة قبل حدوثها. هذا من حيث القوائم العامة. ولكن أستاذ طارق، المتتبع لأعداد المترشحين على الدوائر المحلية يرى اليوم بأن لدينا 954 مترشح على مستوى الدائرة المحلية. عدد المترشحين الحزبيين منهم 469. يعني أنا بتحدث عن نسبة، هذول من أفصحوا صح؟ هذول من تم تدقيقهم على جداول الأحزاب وقوائم الأحزاب المنشورة على هيئة المستقبل الانتخابي. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على شيء غاية في الأهمية، أن اليوم لدينا إجمالي المترشحين 70%، 71% من إجمالي متحزب. هذا أين سينعكس؟ على الأثر أو النتيجة التي ستكون في 10/9. يعني إحنا اليوم ما بنقول بس ممكن يكون عندنا 41 حزبي في المقعد، قد يكون تحالفات وبالتالي عدد الأحزاب قد يصل أو مقاعد الحزبية تصل ل60 مقعد قدر البعض. أكثر من ذلك. سنصل لأكثر من ذلك. اليوم لدينا 1166 مرشح. 1166 من أصل 1651. أنا بعتقد البرلمان القادم سيضم في جنوباته ما لا يقل عن 80-85 مترشح أو نائب حزبي. الكتلة الأقل ستكون هم للمستقلون. هذا أمر صحي؟ نعم، يعني يجود العمل النيابي. صحيح. دعني أقول أستاذ عمر، ممكن توضح لنا ليش ما ترشحوا مع القوائم الحزبية، ليش ترشحوا القوائم المحلية؟ ولاحقا طبعا راح يكون في تكتلات. صحيح. وتحالفات. صحيح. هذا اللي تتأمل فيه. صحيح. لكن من ناحية تجويد العمل النيابي والارتقاء فيه، ليش هيك أفضل؟ أفضل لأن القائمة الحزبية بأفضل حالاتها ستنتج منها 10 مقاعد، 8 مقاعد، 9 مقاعد على مستوى الدائرة العامة. ولكن كيف لهذه القائمة الحزبية أو للحزب أن يكون لديه مقاعد أخرى داخل مجلس النواب؟ فلا بد من الاستعانة بالدوائر المحلية. الاستعانة في الدوائر المحلية، نحن نتحدث عن أحزاب سيكون لديها 20 إلى 25 مقعد، حزب واحد يمتلك 25 مقعد في مجلس النواب. وهذه الكتلة الفاعلة أو هذه الكتلة الحزبية سيكون لها دور إيجابي ويؤثر بفاعلية إيجابية على عمل مجلس النواب. لأنه أنا لما أتحدث مع فرد داخل مجلس النواب بيختلف لما أتحدث مع كتلة داخل مجلس النواب. ولماذا فلسفة التحديث السياسي؟ لأنه كان عندنا إشكالية كبيرة جدا في العمل الفردي داخل مجلس النواب. أتى هذا التحديث السياسي لي مأسسة العمل الجماعي في مجلس النواب. فأنا بعتقد 80 إلى 85 حزبي سيكونوا من يعني موزعين على 4 إلى 5-6 كتل حزبية قوية، سيكون لها فاعلية قوية. طيب. داخل مجلس. أنتم تقصدون نقاط مهمة قد لا يرصدها أحد آخر أيضا أستاذ عمر، ولكن كيف تبعتم التزام القوائم الحزبية بالمعطيات والشروط؟ منها مثلا يكون شاب في القوائم، دعني أقول المقاعد 5 الأولى، هل كان في 5 لكي يكون هناك ضرورة قانونية، هل هنالك من وضعه بالقائمة يعني لم يكن الأولى أو المقعد الأول الثاني مثلا، وبالتالي هذه المرة أن لا يكون الشباب والنساء كضرورة قانونية، إنما فعلا ثقة بوجود هذه أو إيمان نعم بدورهم المستقبلي. صحيح. في العمل السياسي في المملكة. يعني للأسف معظم القوائم الحزبية العامة وضعت الشباب في المرتبة 5، وهو ما الحد الأدنى الذي وضعه القانون، ووضعت النساء في المرتبة 3 والمرتبة 6. ولكن أعتقد أن الفترات القادمة أو المرات القادمة سيكون هناك يعني استدارة بهذا المشهد. لأنه اليوم إحنا بنحكي عن 41 مقعد، بينما في المرات القادمة بنحكي عن 50% مجلس النواب حزبي على قائمة عامة و 65 لاحقا حزبي. فبالتالي سيكون هناك دور للمرأة أكبر وسيكون هناك دور للشباب أكثر. ولكن لا أعتقد بشكل مهم جدا أن الأحزاب التي لم تؤمن أو وضعت المرأة أو وضعت الشباب لأنها ضرورة قانونية سيكون لها يعني سياق حقيقي داخل مجلس النواب. طيب أستاذ عمر، بدي أنهي معك بهذا السؤال. دائما يخرج مركز راصد باستطلاعات للرأي،
ودائما ما استطلاعات الرأي تقول أن الثقة من قبل المواطنين بأداء مجالس النواب ضعيف ككل، حتى أضعف من الحكومات، ونسب يعني قليلة وقليلة جدا، أذكر 4% 6% إلى غير ذلك. سؤال اليوم أنه من ترشح من المجلس النواب 19 إلى المجلس النواب 20 في 82 من المجلس السابق، هذا ماذا يعكس؟ طبعا حقهم صحيح، الدستوري حقهم القانوني، وبالتالي لكن هذا ما يعكس على العطاء، هذه مرة يريدون أن يغيروا من هذه النظرة باعتقادك، أم أو فقط اكتسبوا خبرة مثلا ويريدون أيضا أن يعكسوها في مجلس النواب المقبل؟ عندنا مشكلة إذا النائب بده 4 سنين ليكتسب خبرة ويرجع يطبقها كمان 4 سنين، هاي إشكالية. اليوم إحنا نتحدث عن تقريبا بمجمل القوائم محلية وعامة عندنا 84 نائب ترشحوا لمجلس النواب 20 من 19، 84 مش 82، 84 كنا سابقا بنحكي على المستوى المحلي، اليوم احنا بنحكي مستوى محلي وعام، تقريبا 84 وتقريبا حوالي 55 الى 56 نائبا من المجالس السابقه. اليوم هؤلاء النواب حقيقه ووجودهم في هذه الخارطه الانتخابيه، انا لا اعتقد ان ياتي من 84 رقم طبعا الشرط انهم يكون ينجحوا، صحيح. ليش؟ لانه في نقطه في غايه الاهميه، لان النواب خصوصا مجلس 19 تحالفوا مع بعضهم البعض داخل القوائم الانتخابيه، ونحن نعرف ان القوائم الانتخابيه على المستوى المحلي من الصعب جدا ان تخرج اثنان على مستوى التنافس، فبالتالي اذا عندك قائمه مكونه من 5 نواب من المجلس 19 راح يرجع لك واحد، 5 هذا الرقم سيعود، ليس أكثر من ذلك. نعم. وهذا كان في إشكالية أيضا، لأنه بعض المرشحين لم يكن يريدوا أن يأتلفوا مع نواب من مجلس 19، لأنه في غضب شعبي من بعض أفراد مجلس النواب 19 وحتى من المجالس البرلمانية السابقة، فهذا أعطى مجال للنواب أنفسهم أن يتكتلوا مع بعضهم البعض وأن يكونوا في قوائم، ولكن من سيعود منهم إلى قبة مجلس النواب لا أعتقد أن النسبة تتزاود 20%. نعم. طيب بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمرو النوايسي المدير التنفيذي لمركز الحياة، راسي يعطيك ألف عافية، وطبعا هناك عمل كثير سوف يكون خلال الشهر المقبل وشهر النصف المقبل، يعطيكم ألف عافية هذا المجهود، شكرا جزيلا لك.